انا عايز ارجع للنقطه الرئيسيه اللي انا كنت عايز اسال عليها حضرتك، هي مساله انه الاستراتيجيه التي تجمع ما بين الوصول الى اعلى معدل من الاستقرار الامني، الحفاظ على الاقتصاد، مش هقول بقى بما لا يمس حقوق الانسان ولكن يصبح داعما لحق الانسان والمواطن. انا همثلها لك باعتبار ان انا مهندس هندسيا، يعني قوه الدوله مثلث، ضلع منه اقتصاد، ضلع منه قوة عسكرية، ضلع منه علاقات خارجية. كلما زاد أطوال الأضلاع هتزيد مساحة المثلث، مش كده؟ يعني طبعا كل ما الأضلاع، بس بشرط يكون يعني المثلث معدول، يعني لأنه ممكن يتحول، لو ضاع ضلع يتحول لخط. يعني لو دولة فقدت الاقتصاد ما بقاش في مثلث، لأن في زاوية بقت صفر، يصبح في خط انحراف. ده اللي حصل مع روسيا الايام الاتحاد السوفيتي، ان في اقتصاد وقع، عندهم جيش نووي وعندهم يعني ملايين الذخيره والاسلحه. فكل ما مساحه المثلث زادت هتديك فرصه ان داخل المثلث ده بقى مجتمع مدني بيشتغل، وسياسه بتشتغل، وحقوق انسان بتشتغل، وحريه راي بتشتغل، لان عندك يستوعب ده. عشان كده الرئيس لما اتكلم قالك احنا محتاجين يبقى الدخل تريليون دولار، يعني يتضاعف تقريبا. الدخل ده لما يتضاعف اقتصادك اتحسن، بقى في فرص عمل. الناس لما بتشتغل كتير ما بيبقاش عندها فرصه انها تفكر في اشياء سلبيه، لان هو منتج. طيب الرئيس عايز يشغل كل الشعب، وفي ناس بتشتغل في حياه كريمه، وفي ناس بتشتغل في الزراعه، وفي في في الظهير الصحراوي، وفي توشكا، وفي اماكن كتير. لكن خلينا واقعيين، يعني انا مش هقدر اروح للنرويج غير لما يبقى عندي بيركابيتا النرويج، يعني اخد الدخل القومي الاجمالي اوزعه على الشعب، يبقى ده مثلا نصيبه مثلا في السنه 30,000 دولار متوسط مثلا. فاحنا ما عندناش ده، عشان نحكي بصراحه. طيب الاضلاع الاساسيه اللي احنا استندنا عليهم هو ضلع الامن القومي، شرطه وجيش، عشان مراحل التحول الصعبه. اول ما بدت الامور في 30/6 تستقر، بدينا في الايه، في العلاقات الخارجيه. ابتدى الرئيس ينطلق في افريقيا، رئيس الاتحاد الافريقي، ابتدى كل دوائر من الامم المتحده، فيزيجراد، كل التجمعات، حتى مع الخليج، مع الاشقاء في الخليج، كل ده عشان في ضلع لازم يتم. بقى عندك استقرار وامن قومي، بقى عندك علاقات خارجيه، ابتدى الاقتصاد ينور. الاقتصاد عشان ينور لازم في جزء بيعود على المواطن، وفي جزء بيعود على الاستثمار. يبقى عندك شوارع، بنيه تحتيه، يبقى عندك طرق. بالمناسبه كثافه الطرق بتخش في تقدير عناصر القوى الشامله طبعا للدوله. كثافه المواني واصول النقل البحري بيدخل في الموضوع ده. الكلام ده انت بتعمله، اولا بقى عندك فكره الردع الاستباقي والردع الاعلامي. فكرة واللي كنت بتحكي فيها حضرتك قبل ما ندخل، سرقت عربية هتيجي، خطفت شنطة من أنسة ولا سيدة هتيجي. لا مكان للاختباء في مصر، كاميرات مغطية كل الدنيا، سواء المملوكة للوزارة أو المملوكة للمواطنين أو المحلات. فأصبح عندك فكرة الفوضى أنت أمنيا تعاملت معها. يعني فكرة المناعة اللي حصل في 25 يناير، امنيا، انا مش دعوه سياسه ولا كويس ولا وحش، مش ده موضوع دلوقتي. فكره ازاي الشرطه فجاه، يعني الشعب سواء كان اللي نزلوا دول يعني بطريقه باخرى عارفين بيعملوا او مش عارفين او مدفوعين، ما كانش في مناعه، لا مناعه عند المواطن في الادراك، فتقدر قناه تاثر عليه او طريقه تاثر عليه، ولا فكره المناعه عند الاجهزه الامنيه اللي كانت موجوده في الوقت ده في الشرطه انها تواجه مثل هذا النوع. انت بقى دلوقتي عندك حاربت المسببات لمثل هكذا فوضى، وفكره الادراك وتحصين الوعي اللي الرئيس بيتكلم في كل مؤتمر او مجموعه او ندوه تثقيفيه للقوات المسلحه، اللي في جزء بيقوم بيها بنفسه فخامه الرئيس، ان هو بيكلم الناس بشكل مباشر دلوقتي، بيكلم الناس وبيكلم على الاعلام، يا جماعه يا مفكرين، تحصين الوعي زي كورونا كده، ربنا يعني ايه يشفي الجميع. يا رب لو يا رب. حد عنده، لو وصل العالم لفاكسين بقى عندك المناعة، فحتى لو في الفيروس مش هتصاب. طيب. مش كده؟